بشكل جيد. أنا قلت لك بهذا الأداء صراحة لا تستطيع أن تصل إلى الأمام، يعني حتى نكون معه. أنا قلت لك قبل كمان بديت الارتجال هزيمة، الارتجال وعدم تقديم نفسك بشكل جيد. أنت يفترض أن يكون لديك أسلوب واضح في الأداء. يعني أنا لما تقرأ هيك كتحليل مباراة ما بتعرف شو اللي بدور بالمباراة، ما بتقرأ أنه والله هذا الفريق يهاجم بطريقة معينة أو لا. يفترض أن يكون أسلوب واضح، انتشار لاعبين جيد، توظيف اللاعبين بشكل جيد، حتى بالتالي الناس أيضا ما عندك لاعبين يعني يعطينا الدقيقة الأخيرة بتلاحظ أنه في تكتل. أنت بدك العمليات كمان الونتو أبو أحمد، العمليات اللعبة. بدي أشكرك دكتور محمد، أسفين على مقاطعتك، لكن نذهب نتابع الشوط الأول، وشكر الكابتن عيسى ترك الحديث أكثر بعد نهاية هذه المواجهة. نذهب مشاهدينا الكرام وإلى مجريات الشوط الثاني، الأردن نيبال، والكلمة للزميل عماد قطيش. نمبر 10 أحمد أسير ريبليست نمبر 13 إبراهيم سعادة and the substitution for Jordan as well player number 11 ياسر البخيت ريبليست نمبر 15 علي علوان. اليسرى، ونشاهد العديد من الأهداف لمصلحة منتخبنا. ملخص الشوط الأول، كانت كل الأفضلية والاستحواذ لمصلحة منتخبنا، وبالنهاية استطعنا إحراز هدف وحيد، وكنا قريبين من إحراز أكثر من هدف، ولكن في النهاية الشوط الثاني هنا ينطلق، ونتمنى أن نحرز الكثير من الأهداف في هذا اللقاء. تشكيلة منتخبنا في حراسة المرمى: معتز ياسين قلبين الدفاع، ياسر العرب ومهند خير الله في الجهة اليمنى، إحسان حداد ومحمد الضميري في الجهة اليسرى، في الوسط أصبح هناك أحمد سمير ونور الروابدي، الجناح الأيمن اليوم موسى التعمري، وفي الجهة اليسرى ياسين البخيت بديل للاعب علي علوان، الخط الهجوم يبقى عند بهاء فيصل ويزن لنعمة. تشكيلة المنتخب النيبالي: كيران في حراسة المرمى، روهيت وأنانتا في الدفاع، الظهير الأيمن دينيش، وفي الجهة اليسرى بيكاش، وهنا انطلاقة من ياسين البخيت في الجهة اليسرى، ياسين الأرضية ولكن بعيدة كانت عن موسى، يحاول الحق في الكرة موسى ولكن ابتعدت عن موسى، تعود رمية التماس لمصلحة المنتخب النيبالي. سانتوش وبويان والسومانة في الوسط، إنجان والسومانة الجناح الأيمن والأيسر، وبالخط الهجومي اللاعب بيشاك رقم 7. هنا ياسين البخيت يدخل، هذا النفاثة يدخل في الشوط الثاني، وأيضا أحمد سمير يدخل بديل للاعب إبراهيم سعادة. تشكيلة هجومية أصبحت الآن من المدرب فيتال، بالتأكيد يعلم جيدا أهمية إحراز أكبر عدد ممكن من الأهداف في لقاء اليوم.
المنتخب النيبالي شاهدناه في الشوط الأول كان يدافع بعشرة لاعبين، وبالتالي فيتال يعلم أن الشوط الثاني المنتخب النيبالي سيكمل اللعب بنفس الطريقة، وكيف بإمكان لاعبين يعني إيجاد ثغرات في دفاعات المنتخب النيبالي وفك الشفرة الدفاعية عند المنتخب النيبالي. بالتأكيد تم وضع الحلول، وهنا الحارس الذي تميز في الشوط الأول كيران وتصدى للعديد من التسديدات الخطيرة لمصلحة منتخب ركلة حرة مباشرة لمصلحة منتخب موسى التامري، أحمد سمير وأيضا بهاء فيصل. هل سيتم لعب الكرة عرضية أم باتجاه موسى؟ هنا حائط الصد، وهنا تمريرة باتجاه موسى، ولكن الحكم يعيد تنفيذ الخطأ، يعيد تنفيذ الخطأ. الانطلاقة انطلاقة الشوط الثاني، هدف مقابل لا شيء. منتخبنا كان أفضل بكل شيء بأمانة، ولكن غابت الأهداف، لم يتم إحراز سوى هدف وحيد كان. وهنا ملعوبة من بهاء، كيف شاهدها؟ كيف نظرت لها؟ كيف سددتها؟ يا إلهي، يا على جمال الهدف ويا على روعة الهدف. جول ثاني لمصلحة منتخبنا من القناص بهاء فيصل، يحرز أجمل الأهداف، أجمل الأهداف بلا منازع، بلا منازع. شوف 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 من أي مكان، يا الله كيف أحرز الكرة، أحرز الهدف بهاء فيصل. يا سلام على روعتك يا بهاء. شوف الحارس كيران تفاجأ بها كيران، ونتمنى أن تبقى متفاجئا حتى النهاية. هدف ثاني منذ البداية عن طريق الخطير، عن طريق القناص بهاء فيصل المتميز في الدوري القطري. وهنا شاهد هذا اللاعب بهاء فيصل، أفضل المهاجمين، أفضل المهاجمين. هنا بهاء فيصل يحرز ثاني الأهداف، هدف ولا أروع ولا أجمل. بالتأكيد يعني سيكون الهدف الأجمل بالتصفيات. تذكروا هذا الكلام. هنا ياسين البخيت، دخول ياسين البخيت، بالتأكيد استغلال سرعة ياسين سيقدم لنا الكثير في الخطأ الهجومي. هنا أحمد سمير، نزعة هجومية، أحمد سمير اعتماد على نور الروابدي كلاعب ارتكاز أمام يزن العرب ومهند خير الله. تعود الكرة عند مهند، منافسة على بطاقة أفضل ثاني، يعني لن تكون مبنية على فرق المواجهات فقط بل على فارق الأهداف. وهنا يسير إلى الخميري، ولكن هل لمست في المدافع النيبالي؟ نعم لمست في المدافع، آخر من لمس الكرة ليس محمد الخميري بل هو المدافع أنانتا، وبالتالي الحكم يشير إلى ركنية لمصلحة منتخبنا. ماذا تريدون أجمل من هذه البداية بهدف ولا أروع عن طريق الخطير بهاء فيصل؟ ركنية لمصلحة منتخبنا. يتقدم إحسان حداد على التنفيذ، أسرع يا إحسان، إحسان على تنفيذ الركنية بجانبه موسى التعمري. هل سيلعبها قصيرة إلى موسى أم سيلعبها عرضية داخل منطقة الجزاء؟ إحسان حداد، هنا تقدم يسار العرب، يلعبها إلى موسى، عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء ولكن مقطوعة. هنا الضميري، يا سلام، هنا العودة من الضميري، صمام الأمان هنا في دفاعات منتخبنا. محمد الضميري يعود للخلف إلى نور الروابدي، منافسة أفضل ثاني، ليس فقط كنا نتكلم عن المواجهات المباشرة بل على فارق الأهداف، وبالتالي يجبر منتخبنا على تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف. وهنا ضاعت ضاعت ضاعت، وتعود مرة أخرى عند المنتخب النيبالي، لا حول له ولا قوة. هنا المنتخب النيبالي يعني إذا ما أراد التقدم المنتخب النيبالي سيكون هناك ثغرات في الخط الدفاعي.
وإذا ما تكتل دفاعياً أيضاً منتخبنا خطير وقادر على التسجيل. ولكن هدفين اليوم من الكرات الثابتة، ونريد أن نشاهد هدف من كرة ملعوبة تعود مرة أخرى عند المنتخب النيبالي في الجهة اليمنى عند دينيش. دينيش في الأمام مقطوعة من الضميري، تعود إلى من؟ إلى من؟ ياسر للعماد، يلعبها إلى ياسين، ياسين يعود إلى أحمد سمير، أحمد إلى نور، إلى أحمد، يا سلام تمريرات جميلة في الوسط، تعود عند مهند خير الله، يلعبها جميلة باتجاه من؟ باتجاه موسى التعبري الخطير، موسى إلى اللاعب أحمد سمير، يتقدم أحمد إلى ياسين، خطيرة من ياسين في الجهة اليسرى، يلعب أرضية ولكن ضاعت وتم قطع الكرة من المدافع. رويت وتعود مرة أخرى، رامي التماس عند ياسين، ياسين خروج علي علوان ودخول ياسين البخيت أكيد سيشكل قوة هجومية مضاعفة، دخول هذا اللاعب، يا سلام على التمريرة، أحمد باتجاه موسى، موسى موسى يراوغ موسى، ولكن تسرع في التمرير موسى التعمري، وتعود مرة أخرى، استحواذ كامل على الكرة منقولة في الجهة اليسرى باتجاه ياسين، يلا يا ياسين في السرعة، هنا يتقدم ياسين في المهارة، موجود ياسين في المراوغ، هناك ياسين وتسديدة، ولكن اصطدمت في الدفاع، وتعود في الجهة اليمنى عند إحسان، ولكن محاولة من ياسر للعماد اللحاق في الكرة، ولكن بعيدة كانت، غاب التفاهم بين بها فيصل واللاعب إحسان حداد في الكرة الأخيرة، إحسان حاول لعب الكرة بينية في الأمام، هدفين مقابل لا شيء، الدقيقة 53، 8 دقائق على انطلاقة الشوط الثاني، الأهداف هي التي ستحسم التأهل. هنا يا سلام، هنا على استاد جابر الأحمد، ملعب جميل، تعود الكرة يا سلام من أحمد سمير إلى ياسين، منذ دخول ياسين البخيت أصبحت الجبهة اليسرى مشتعلة إلى الثميري، ولكن قراءة كانت جيدة من المدافع وتضيع الكرة. تمريرات هنا جميلة من المنتخب النيبالي منقولة في الجهة اليسرى عند سومانا، سومانا ملعوبة عند بويان في الجهة اليسرى بعيدة، وتعود الكرة عند الحارس معتز، كان هناك تسلل على اللاعب سومان، وتعود الكرة عند منتخبنا الوطني يزن العرب، شاهد الإعادة، كرة فيها أوفسايد كان على اللاعب سومان، وتعود الكرة أين الكرة، الكرة خطأ لمصلحة منتخبنا، خطأ لمصلحة اللاعب يزن إنعمات، نريد الحسم الصراع مع المنتخب الكويتي على المركز الثاني، هنا الحكم يوقف اللعب، تبديلات قادمة في صفوف المنتخب النيبالي، تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم وإلى أبطال آسيا، هناك
كأس آسيا التي ستقام في الصين في العام 2023. منتخبنا أمامه 9 نقاط لحسم التأهل. بإمكاننا إحراز 9 نقاط. ملعوبة الكرة داخل منطقة الجزاء وخروج كيران، والحكم يحتسب خطأ لمصلحة المنتخب النيبالي. خطأ لمصلحة المنتخب النيبالي. هنا مهند خير الله في الخط الدفاعي يقدم أداء جيد مهند بجانب اللاعب يزن العرب. تعود الكرة عند الحارس كيران. قاف اللعب. ماذا هناك؟ تبديلات، تبديلات في صفوف المنتخب النيبالي. تعود الكرة مرة أخرى في الجهة اليسرى. ميكاس يلعبها في الأمام، مقطوعة من مهند، منقولة في الأمام. الضغط هنا من أحمد سمير ومن نور الروابدي. شاهد هنا تقول الكرة في الجهة اليمنى. تعود في الوسط. هنا الضغط من بها فيصل، حاولت قطع الكرة. في الأمام منقولة خطيرة لمصلحة المنتخب النيبالي، ولكن هنا في الوقت المناسب مهند خير الله. شاهدنا يعني فرصة خطيرة كانت، ملعب الكرة بينية، ضرب الدفاع بهذه التمريرة، يجب الحذر. تم إقحام مهاجم ثاني، هذه المرة كان هناك أوفسايد. خطأ. تعود الكرة إلى إحسان في الجهة اليمنى عند بهاء فيصل. بهاء يراوغ، بهاء، بهاء يعود للخلف عند مهند إلى يزن. يزن العرب، يزن، منقولة بن يزن في الجهة اليمنى، جميلة باتجاه موسى. موسى إلى إحسان. إحسان يلعب عرضية، تبحث عن رأسية، تعود باتجاه ياسين، يحاول اللحاق بالكرة ياسين، حاول المراوغة ولكن مقطوعة. تعود رمية تماس لمصلحة منتخبنا الوطني. ربع ساعة الأولى من أحداث الشوط الثاني. هنا ياسين في المراوغة الجميلة وتسديدة قوية كانت، ولكن اصطدمت بالمدافع أنانتا. فرصة خطيرة كانت من اللاعب ياسين البخيت. منذ دخول ياسين أصبحت الجبهة اليسرى خطيرة عند منتخبنا. هنا أحمد سمير أمام 3 لاعبين، مقطوعة، تعود عند المنتخب النيبالي. أصبح يشكل بعض الخطورة المنتخب النيبالي مع البدلاء. موسى يحاول قطع الكرة ولكن تعود مجددا عند مهند إلى إحسان. إحسان حداد، يتقدم إحسان في الجهة اليمنى. ملعوبة جميلة طويلة في الأمام باتجاه يزن. يزن للعماد، يزن يراوغ، يزن فعل كل شيء يزن، ولكن في النهاية قطعت الكرة في الوقت المناسب كانت من أمام يزن انعماد، يشكل خطورة داخل منطقة الجزاء هذا اللاعب المهاري المميز يزن انعماد. إحسان يلعب الكرة عرضية، إحسان تعود إلى موسى. موسى تعمر يلعب عرضية خطيرة ورأسية كانت موجودة من بهاء فيصل، ولكن لم تكن قوية من بهاء وضاعت الفرصة على منتخب. المواجهة الرابعة بين المنتخبين، أفضلية وسيطرة لمصلحة منتخبنا بالأرقام وبكل شيء. تعود الكرة مرة أخرى، يزن يعيد الكرة إلى معتز ياسين. معتز إلى يزن العرب. يزن
دخل في الشوط الثاني. هنا بيشال يلعب الكرة عرضية ولكن الضميري في الإنقاذ، وتعود رمية التماس للمنتخب النيبالي. أصبح يشكل بعض الخطورة المنتخب النيبالي بعد إجراء التبديلات من المدرب عبد الله المطيري المدرب الكويتي. رمية التماس ملعوبة داخل منطقة الجزاء ولكن مقطوعة من مهند. اتجاه موسى لم يحسن استلام الكرة. موسى تعود رمية التماس عند المنتخب النيبالي. يعود للخلف عند المدافع أنانتا. ملعوبة طويلة في الأمام، مقطوعة الكرة من الدميري إلى ياسين، إلى الدميري مجددا، إلى نور الروابدي، يعود إلى يزن، إلى الحارس معتز ياسين. يلا يا شباب أريد الهدف الثالث. قول الكرة باتجاه موسى يلعبها باتجاه بها. هناك لمسة يد يا حكم، حكم يقول ما فيها شيء. حاولت قطع الكرة من يزن. انعمات تعود عند المنتخب النيبالي. الضغط يجب أن يكون من الخط الهجومي على دفاعات المنتخب النيبالي. تعود إلى يزن العرب. يا سلام هنا جميلة كانت من نور ولكن مقطوعة. تعود مرة أخرى عند المنتخب النيبالي. هذا اللاعب الخطير الذي دخل قبل قليل، لاعب رقم 15 مانش. نقول الكرة باتجاه موسى، وهنا أحمد سمير يحاول اللحاق في الكرة ولكن بهاء يسبق أحمد سمير. بهاء فيصل يعود للخلف عند يزن العرب إلى الضميري. الضميري محمد الضميري في الجهة اليسرى، يعود إلى يزن مجددا. تذهب إلى أحمد سمير في منطقة الوسط، منقولة في الجهة اليمنى عند إحسان. إحسان يعود للخلف، حاولت جذب لاعبي المنتخب النيبالي. شاهد التقدم الدفاعي من المنتخب النيبالي. كرة الكرة من يزن في الأمام اتجاه بهاء. خطأ لمصلحة بهاء فيصل، خطأ لمصلحة بهاء فيصل. هنا تبديلات قادمة في صفوف منتخبنا. تم خروج هنا اللاعب نور الروابدي ودخول اللاعب بهاء عبد الرحمن. دخول بهاء عبد الرحمن وأيضا دخول حمزة الدردور. ومن هو البديل؟ هل هو يزن العماد؟ دخول حمزة الدردور الكبرى في هذه اللحظات سيشكل خطورة في منطقة الجزاء. حمزة الدردور وأيضا بهاء عبد الرحمن. تشكيلة هجومية النية لإحراز المزيد من الأهداف. أحمد سمير منقولة باتجاه إحسان، يلعب الكرة عرضية تبع فرسية. يا زان العرب يحرز ثالث الأهداف. يا سلام على هذه الرأسية، مطرقة كانت من ياسر العرب، أحرز من خلالها ثالث الأهداف لمصلحة منتخبنا. الله عليك يا يزن، الله عليك يا يزن على هذا الهدف الرائع. هذا الهدف لا يأتي من مدافع بل يأتي من مهاجم مخضرم، ويزن العرب يمتلك كل تلك المواصفات. هدف ثالث ولا أروع لمصلحة منتخبنا. شوف العرضية الجميلة، إحسان وضعها على رأس اللاعب يزن، والمطرقة هنا يزن. العرب يحرز ثالث الأهداف لمصلحة منتخبنا. يزن العرب يزن، يا سلام على هذا الهدف. يزن العرب الذي حصد المركز الثاني في التصويت الذي أجراه الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لأفضل لاعب عن منطقة غرب آسيا الشهر الماضي. ياسر العرب الذي جاء بالوصافة يستحق هذا الإنجاز. اللاعب ياسر العرب بعد إحراز هذا الهدف الرائع لمصلحة منتخب، ثلاثة أهداف
نقابل لا شيء ونريد المسير، نريد المسير. وهنا خطيرة كانت من بهاء. الآن مع دخول حمص الدرتور ستكون هناك خطورة كبيرة. تعود الكرة مرة أخرى، المنتخب النيبالي لا حول له ولا قوة، يعني بعض المحاولات. معتز ياسين لم نشاهده سوى يعني ثلاث مرات فقط. هنا خطيرة خاطئة كانت من الحارس بهاء، يلعبها إلى حمص الدرتور، يلا يا كوبرا. الكوبرا هنا منقولة في الجهة اليمنى عند موسى، موسى التعمري صاحب الحلول الفلدية صاحب المهارة، يلعبها عرضية. وهنا أحمد سمير بدل أن يطرق الكرة، تم الاصطدام مع رأس المدافع النبالي. سلامات يا أحمد، سلامات يا أحمد يا سمير. قوية كان الاصطدام كان بين اللاعبين. شاهد هنا موسى في العرضية الأخيرة، هنا أحمد سمير. اصطدام قوي كان مع المدافع أنانتا. سلامات يا أحمد وسلامات يا أنانتا. قوية كانت. 70 دقيقة عدت من أحداث هذا اللقاء ومنتخبنا متقدم بثلاثة أهداف نظيفة. هنا الهدف الثالث، هنا الهدف الجميل من يزن العرب، المدافع المهاجم يزن العرب. شوف يزن يضعها بالخبرة، لا 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 مستحيل، هذا مدافع مستحيل. يزن يا سلام، هنا والدوران، هنا يزن العرب، يزن ومع ثالث الأهداف لمصلحة منتخبنا. الحصول على جائزة المركز الثاني، التصويت الرسمي للاتحاد الآسيوي. نسبة التصويت بلغت أكثر من 22. صراع قوي كان مع المتصدر نجم نادي الهلال السعودي المحترف الفرنسي دافيد بي كوميز، الذي كان هو في المركز الأول. بارك ليزن العرب، يستحق بالتأكيد. بهاء عبد الرحمن بديل للاعب نور الروابدي، هذا التبديل الذي تم قبل 5 دقائق. أيضا مع دخول اللاعب حمص الدرتور بديل للاعب يزن. انعمات والله، أسماء خطيرة موجودة في تشكيلة منتخبنا قادرة على التأهل والصعود والانتصار على المنتخب الكويتي وحتى على المنتخب الأسترالي متصدر هذه المجموعة الثانية وبرصيد 15 نقطة. ولكن أمامه مواجهات سهلة أمام الصين تايبي، المنتخب الأسترالي الذي بات قريبا هو متصدر هذه المجموعة الثانية. منافسة تصبح قوية بين منتخبنا أمام المنتخب الكويتي مباراة الجمعة القادم، المباراة المصيرية، المباراة التي تحدد كل شيء أمام المنتخب الكويتي. وقادرين بإذن الله مع هذه الأسماء الموجودة وحمزة، ولكن الحكم يحتسب خطأ لمصلحة المنتخب النيبالي. 3 أهداف مقابل لا شيء. نريد المزيد، نريد المزيد. المدرب فيتال يعلم ذلك جيدا. ضعيف جدا المنتخب النيبالي. تعود الكرة عند يزن العرب، ملعوبة في الأمام، إلى أين؟ باتجاه حمزة الدردور، حمزة وياسين، ياسين ينطلق في الجهة اليسرى، ياسين يحاول المراوغة، ولكن بالنهاية تم قطع الكرة وتعود ركنية لمصلحة منتخبنا. يلا يا شباب، هنا على التنفيذ ياسين البخيت وداخل منطقة الجزاء. الانتظار، انتظار يزن العرب، لقد جاء يزن العرب وموجود داخل منطقة الجزاء. وبهاء فيصل، بهاء، بهاء عبد الرحمن، وهنا بهاء فيصل. بهاء عبد الرحمن على تنفيذ الركنية. بهاء يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء،
دربك كانت داخل منطقة الجزاء ولكن مقطوعة، وتشتيت الكرة من المنتخب النيبالي، وهنا إعادة الكرة عند الحارس معتز ياسين. هذه المرة الرابعة، هذه المرة الرابعة التي أشاهد بها معتز ياسين. هنا ملعوب الكرة من إحسان، منقولة في الجهة اليسرى عند السريع، عند المهاري، عند الخطير ياسين، ولكن لا يوجد أحد. تأخر الإسناد الهجومي، عرضية كانت من اللاعب ياسين البخيت، ولكن تم قطع الكرة في النهاية من المدافع روهت. كان بها أوفسايد. هنا ياسين، ياسين تقدم وحاول لعب الكرة باتجاه بها فيصل، ولكن مع التكتل الدفاعي عند المنتخب النيبالي. بها عبد الرحمن، ماذا هناك يا حكم؟ يطلب من بها إعادة الكرة قليلا، لن تفرق كثيرا يا حكم. هنا بها عبد الرحمن، ملعوبة من بها وضاعت من ياسر. كان قريب ياسر من إحراز ثاني الأهداف الشخصية له في هذا اللقاء. خطير جدا ياسر، الكرات الركنية. شاهد الإعادة، يا سلام على هذا الارتقاء، وهنا ياسر كان قريب جدا من إحراز الهدف الرابع لمصلحة منتخبنا. إيقاف اللاعب هنا والاستراحة لشرب المياه. ربع ساعة متبقية على انتهاء الوقت الأصلي من أحداث هذا اللقاء، لقاء النقاط الثلاث بداية، وبعد ذلك لقاء الإحراز، إحراز الكثير من الأهداف سيكون لها دور مفصلي الأهداف في تحديد المنتخبات المتأهلة. ثماني مجموعات في هذه التصفيات، سيتم تأهل المتصدر مباشرة، وبعد ذلك النظر لأصحاب المركز الثاني. سيتم تأهل أربعة منتخبات فقط، أفضل أربعة منتخبات سيكونون في المركز الثاني، وبالتالي سينظرون إلى الأهداف. وهنا تكمن أهمية هذا اللقاء لإحراز الكثير من الأهداف أمام المنتخب النيبالي. اللقاء الأول الذي جمع منتخبنا أمام المنتخب النيبالي استطعنا إحراز 9 أهداف، وقلنا أنها كانت أبرز نتيجة لمصلحة منتخبنا في التاريخ، وتكلمنا أننا نريد يعني لو نصف الأهداف جاء في لقاء اليوم سيكون شيء جيد في هذا اللقاء. تم شرب المياه والأمور متبقي عليها ربع ساعة أخيرة. ياسين البخيت، بها فيصل، موسى التعمري، ودخول حمزة الدردور. في الوسط موجود أحمد سمير، وموجود بها عبد الرحمن وياسين البخيت. 6 لاعبين بنزعة هجومية، أيضا مع وجود إحسان حداد في الإسناد الهجومي، وأيضا محمد الضميري، ومع وجود الهداف يزن العرب، منتخبنا قادر على إحراز المزيد والمزيد من الأهداف. تعود الكرة عند كيران. كيران يعني كان اليوم نجم المنتخب النيبالي في التصديات الكثيرة. رمية التماس لمصلحة المنتخب النيبالي. رمية التماس هنا من سومانا، ملعوبة خاطئة. شاهد يعني تم حساب التمريرات الخاطئة من لاعبي المنتخب النيبالي. ستشاهدون أرقام مذهلة خفيفة دل على ضعف مستوى المنافس في هذا اللقاء. هنا الضغط من اللاعب عبد الرحمن، وياسين يتقدم، رمية التماس لمصلحة منتخبنا. يتقدم لضميري، يلا يا شباب. تعود الكرة عند بها عبد الرحمن. بها يلعبها باتجاه مهند خير الله. مهند خير بديل للاعب طارق خطاب لتسهيلة منتخبنا. طارق نتمنى له الشفاء العاجل بعد إجرائه اليوم عملية الرباط الصليبي بعد إصابة تعرض لها في بطولة الدوري دوري المحترفين. تعود الكرة في الجهة اليسرى عند لضميري. لضميري، لضميري، لعب الكرة عرضية لضميري في الأمام ولكن مقطوعة. هناك لمسة يد يا حكم، هناك لمسة يد يا حكم، ولكن الحكم لم يرى شيء.
تعود الكرة مرة أخرى عند المنتخب النيبالي. الضغط الضغط يا حمزة، الضغط من بهاء فيصل. بهاء الحارس كيران، نقول في الجهة اليمنى عند المنتخب النيبالي. يزن العرب هو الأقرب، يلعبها عند الحارس معتز ياسين. يلا يا شباب، ما زال هناك الكثير من الوقت لإحراز هدفين على الأقل. يزن يلعبها إلى بهاء عبد الرحمن. اشتقنا للمساءة اللاعب بهاء عبد الرحمن، هذا الدوري، هذا اللاعب المميز صاحب الأهداف الجميلة. نريد أن نشاهد أحد الأهداف يا بهاء في لقاء اليوم. كرة عند حمزة، وهنا خطأ لمصلحة منتخبنا، خطأ وركلة حرة مباشرة لمصلحة منتخبنا. نريد أن نشاهد الإعادة، كان هناك لمسة يد، إذن هنا الإعادة تأتي. كان المخرج يسمعني، حكم لم يحتسب شيء. إحسان حداد في الجهة اليمنى، إحسان يتقدم، يا سلام، هنا إحسان، إحسان يلعب الكرة عرضية، ولكن خرجت الكرة من إحسان وتعود ركلة مرمى عند الحارس كيران. وهناك تبديلات قادمة، تبديلات قادمة. إذن هنا عدي الصيف يدخل في هذه اللحظات، كمل هنا الآن عدي الصيفي بديل للاعب بهاء فيصل. طأ الحيوية للخط الهجومي، الصيفي المهاجم الخطير، المهاجم الفتاك يدخل في هذه اللحظات. عدي الصيفي هنا بهاء فيصل بعد إحراز هدف جميل، والهدف الأروع يا سلام يا بهاء، سجل بالتاريخ هذا الهدف الرائع من بهاء فيصل، الهدف الثاني لمصلحة منتخبنا. تعود الكرة عند المنتخب النيبالي، خطيرة، والدميري يا سلام هنا بالخبرة ينقذ الأمور، محمد الدميري. وتعود الكرة عند الحارس معتز ياسين، 10 دقائق متبقية، 10 دقائق متبقية، وهنا لمسة يد واضحة يا حكم، ولكن الحكم يقول أنها غير مقصودة. تعود الكرة من موسى إلى إحسان عند المنتخب النيبالي، وعودة اللاعب موسى القيام بالواجبات الدفاعية. يا سلام، هنا موسى أمام 3-4 لاعبين، وهنا بهاء، يا سلام إلى إحسان، يتقدم إحسان، ملعوبة في الوسط باتجاه حمزة، حاول ترك الكرة للاعب موسى، ولكن المدافع النيبالي فاهم جيدا وقطع الكرة. تعود الكرة عند معتز، 10 دقائق أخيرة، نريد هدفين على الأقل، رقم 5 جميل ومميز، نريده أن تكون خماسية نظيفة لمصلحة منتخبنا. هنا عدي، عدي الصيفي، عدي، وهنا ياسين، الضغط من ياسين وعدي على حامل الكرة من المنتخب النيبالي. مقطوع الكرة من إحسان، إحسان يا سلام، هناك خطأ يا حكم، الحكم يقول ما فيها شيء. تعود الكرة مرة أخرى في الجهة اليمنى عند أحمد سمير، أحمد يلعبها إلى حمزة، الكوبرا يتقدم بالسرعة، يتقدم حمزة الدردور، ولكن أرجت الكرة وتعود ركلة مرمى عند الحارس كيران. هنا عدي الصيفي، يلا يا عدي، نريد إحراز هدف جميل من أقدامك. عدي الصيفي المهاجم الخطير، محترف، طول الكرة عند المنتخب النيبالي في الجهة اليمنى. طويلة في الأمام، مقطوعة من يزن، تبقى عند المنتخب النيبالي. حكم يقول ما فيها شيء، لا يوجد خطأ. يسير البخيت، الدميري، سقوط من الدميري، مال اللعب. تعود مرة أخرى عند إحسان إلى موسى التعمري، موسى، موسى يتقدم، موسى يراوغ، موسى وعدي، موسى وحمزة، حمزة وعدي وموسى، ولكن ما زالت عند موسى، يلعبها إلى عدي، عدي يعود للخلف،
هناك عمزة الدردور يا عدي، تعود مرة أخرى إلى إحسان. أين هذه التمريرة باتجاه حمزة الدردور؟ حمزة يلعبها جميلة باتجاه أحمد سمير، أحمد إلى عدي، خطيرة عند منتخبنا. هنا موسى تسديدة، ماذا يا موسى؟ بعيدة، ذهبت من موسى التعمري، وهنا يعتذر للزملاء موسى التعمري بعد ضياع هذه الفرصة، وتعود عند الحارس كيران. منتخبنا أمام مواجهة مصيرية أمام المنتخب الكويتي يوم الجمعة القادم. أتمنى التوفيق لمنتخبنا في المباريات القادمة. هذا المنتخب الكويتي مواجهة أمام المنتخب الأسترالي. تعود الكرة مرة أخرى عند المنتخب النيبالي. هنا ياسين البخيت يقطع الكرة، ياسين يا سلام، يعود للخلف عند الدميري، والدميري حكم هنا لم يحتسب شيء. هنا الدميري يتكلم مع الحكم المساعد ويقول له هناك خطأ يا حكم، والحكم يقول له اهدأ، وكيف تريد منها الهدوء وهو يلعب مع منتخبنا الوطني منتخب النشامة؟ نريد إحراز الأهداف ولا نريد منك أن تهدأ يا ضميري. هنا ملعوبة عند يزن، يزن العرب، منقولة في الجهة اليمنى عند موسى. موسى وإحسان يتقدم، إحسان تصل إلى إحسان حداد. إحسان لاعب الأبرز في لقاء اليوم بكل أمانة، أداء ولا أروع في الخط الدفاعي والهجومي، ولكن نجم اللقاء بكل تأكيد هو المهاجم الخطير بهاء فيصل الذي وقع على أجمل أهدافه. أين هذه الكرة من مهند خير الله؟ بعيدة يا مهند. يعتذر هنا مهند خير الله للزملاء، وهنا فيتال. مباريات مصيرية قادمة يا فيتال، ونتمنى أن تكون إيجابية وأن تحسم التأهل. تعود الكرة عند المنتخب النيبالي، خطيرة في الجهة اليسرى، إحسان، وهنا تسديدة وضاعت بعيدة كانت من لاعب المنتخب النيبالي. هنا إعادة، شاهد هذه التمريرة الجميلة، المراوغة جميلة كانت وتسديدة ولكن بعيدة كانت. تعود مرة أخرى الكرة عند المنتخب النيبالي في الجهة اليمنى، هذا يشكل الخطورة المنتخب النيبالي، ولكن لا تذكر بالمقارنة مع أداء لاعبينا. هنا إحسان، تعود إلى يزن، يزن، هنا تسديدة قوية كانت، أخطر الفرص من المنتخب النيبالي، قريب جدا كان من افتتاح التسجيل، لكن أحمد الله الكرة كانت بعيدة عن الحارس معتز ياسين، وتعود مرة أخرى إلى مهند. لماذا هذا التراجع من لاعبي منتخبنا؟ يعني متبقي أكثر من 5 دقائق، وجود وقت بدل ضائع. الله يا شباب، وجود يعني لاعبين في الأمام قادرين على اختراق دفاعات حتى منتخبات عالمية. هنا أحمد سمير وموسى، يتقدم موسى الخطير، حاول المراوغة، مجهود بدني كبير بذله اللاعب موسى التعمري. تعود الكرة مرة أخرى عند المنتخب النيبالي، تميز بالسرعة المنتخب النيبالي، منقولة في الأمام، خرجت الكرة وتعود رمية تماس لمصلحة منتخبنا الوطني. تعود عند الحال لاعب إحسان، وهنا المدرب الكويتي عبد الله المطيري. ماذا هناك يا عبد الله؟ بها عبد الرحمن إلى إحسان، يلعبها في الأمام باتجاه عدي السيفي،
عدي يتقدم، عدي داخل منطقة الجزاء ويعود إلى ياسين. ياسين تسديدة كانت من ياسين البخيت، ولكن ابتعدت بقليل عن الشباك. هنا تسديدة اللاعب ياسين البخيت. هذا الانطلاقة الجميلة كانت من عدي الصيفي، شاهد الإعادة. هنا عدي تحضير الكرة إلى ياسين، تسديدة كانت من ياسين ولكن بعيدة كانت عن شباك الحارس كيران، وتعود ركلة مرمى عند المنتخب النيبالي. دقيقتين متبقيات على انتهاء الوقت الأصلي من أحداث هذا اللقاء. 3 أهداف نظيفة لمصلحة منتخبنا، كنا نتمنى المزيد من الأهداف. تعود مرة أخرى، شاهد هنا عودة عدي الصيفي، عملية القطع تميز هذا اللاعب بهذا الشيء. هنا عدي، عدي إلى أحمد سمير، أحمد يعود إلى مهند خير الله، إلى إحسان، إحسان حداد يعود إلى أحمد سمير، بهاء عبد الرحمن منقولة في الجهة اليسرى عند الضميري، الضميري إلى حمزة الدردور، يتقدم حمزة، حمزة إلى ياسين البخيت، حمزة وياسين، يا سلام هنا حمزة وياسين، ياسين يلعبها باتجاه أحمد سمير، أحمد، أحمد، تسديدة كانت قوية من أحمد ولكن بعيدة. وهنا يعتذر للزملاء أحمد سمير بعد ضياع هذه الفرصة، فرصة إحراز رابع الأهداف. 3 أهداف مقابل لا شيء، نتيجة جيدة لمصلحة منتخبنا. بعد هذه النتيجة يصبح برصيد منتخبنا 13 نقطة ويصبح بالمركز الثاني منفردا بانتظار مواجهة المنتخب الكويتي. مباراة الكويتي التي ستحسم الأمور. تعود مرة أخرى عند المنتخب النيبالي، تمريرات جميلة هنا بالمنتخب النيبالي ولكن يزن العرب موجود وحاضر في عملية القطع. يزن يلعبها جميلة باتجاه عدي الصيفي، كانت ذاهب الكرة، نشاهد الروح القتالية من عدي. يا سلام، هنا الوحش عدي يقاتل على كل كرة. عدي الصيفي يعود للخلف إلى إحسان، منقولة في الجهة اليسرى باتجاه ياسين ولكن تدخل المدافع. تعود عند المنتخب النيبالي عند الحارس كيران، عند الضميري، ياسين. 4 دقائق الوقت المحتسب كوقت بدل ضائع. عدي الصيفي إلى إحسان، إلى موسى، موسى يلعبها في الأمام باتجاه عدي الصيفي والإسناد هنا يأتي من موسى. يا سلام، يا سلام عند ياسين، ياسين وماذا هناك يا حاكم؟ هل كان هناك راية مرفوعة؟ نعم كان هناك أوفسايد تسلل، سننتظر الإعادة من المخرج. 4 دقائق الوقت المحتسب كوقت بدل ضائع، شاهد الإعادة، هل كان هناك تسلل؟ نعم واضح التسلل من اللاعب ياسين البخيت. فرصة خطيرة كانت لمصلحة منتخبنا. 3 دقائق أخيرة متبقية، وهنا بهاء عبد الرحمن يتلقى البطاقة الصفراء أكيد بعد اعتراضه على قرار الحكم المساعد. مقطوع الكرة من ياسر، تصل إلى أحمد سمير، إلى حمزة الدردور، حمزة يتقدم، حمزة الخطير، حمزة وعدي، حمزة، أوه تم قطع الكرة من أمام حمزة الدردور. هذا اللاعب المراوغ الذي يمتلك السرعة الملقب بالكوبرا، كنا نتمنى أن يلدغ رابع الأهداف لمصلحة منتخبنا ولكن في النهاية تدخل المدافع النيبالي. والآن ركنية لمصلحة منتخبنا، موسى تعمل على التنفيذ، وهنا نظرات عدي، ركنية مجددة لمصلحة منتخبنا.
دقيقتين الوقت المتبقي من الأربع دقائق. إحسان على تنفيذ الركنية تبعث الرأسية. دربك داخل منطقة الجزاء وضاعت الفرصة لإحراز رابع الأهداف، وما زالت الأمال موجودة تعود إلى يزن، إلى ياسين. ياسين الخطير، يا سلام ياسين البرازيلي. شوف ياسين، ياسين ضاعت من ياسين، وحاولت لعب الكرة أرضية كانت من اللاعب ياسين البخيل، يفعل كل شيء ولكن بالنهاية قطعت الكرة من أمام ياسين، وفرصة خطيرة بالمنتخب النيبالي وخروج الحارس معتز، والحكم لم يحتسب شيء، وتعود الكرة مرة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. مشاهدينا نتمنى نلقاكم في قادم المباريات بإذن الله، إلى ذلك الحين نودعكم وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. العودة الآن إلى الزميل ليث السعود في الاستوديو وإلى ضيوفك الكرام، إليك زميلي ليث. شكرا عماد قطيش. منتخبنا الوطني يحقق الفوز على منتخب نيبال بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. نذكر بأهداف هذا اللقاء مشاهدينا الكرام، سجل لمنتخبنا الوطني الهدف الأول بهاء فيصل من علامة الجزاء عند الدقيقة 23، يعود بهاء فيصل في الشوط الثاني ويحقق الهدف الثاني من كرة ثابتة وبطريقة رائعة، ويزن العرب يختتم أهداف لقاء منتخبنا الوطني بتسجيل الهدف الثالث بكرة رأسية مستغلا عرضية موسى التامر. نعود نرحب مشاهدينا الكرام بضيوف هذا الاستوديو، الكابتن عيسى الترك ودكتور محمد فلاح عبيدات. كابتن عيسى، فوز لمنتخبنا الوطني بثلاثة أهداف. أكيد يعني احنا بنحكي عن الفوز، ثلاث نقاط كان مهم، وكنا بنتمنى أن نشوف أداء أفضل ونتيجة أكثر كمان يعني للأمانة، يعني هنكون واقعيين. المنتخب خلينا نقول التغييرات اللي صارت بالشوط الثاني أكيد كانت لها هدفين، هدف منهم أنه راحة بعض اللاعبين على أساس اللقاء القادم، والهدف الثاني أنه تحسين صورة المنتخب في الشوط الثاني. وأنا باعتقادي الهدف اللي كان الأساس أنه الثلاث نقاط تحقق، غير ذلك يعني كأداء بعتقد ما ارتقى للمستوى المأمول. يعني الكرات الأهداف شفنا هدف بهاء فيصل كرة ثابتة، هدف يزن عرب من كرة عرضية، فبالتالي يعني شفنا منتخب نيبال يعني بالشوط الثاني كمان حتى يعني في لحظات كنا نشوفه أنه فريق عم بنبنى يعني بنبنى لمستقبل واضح، يعني حتى هم خسرانين 3-0 بتشوفهم كان يرتدوا ورا والعشر لاعبين يكونوا ورا. أكيد يعني مباراة انتهت الآن، الصفحة بدها تنقلب لمباراة الكويت. أما تصحيح الأخطاء، أكيد في أخطاء، الوضع العام كمنتخب مش مريح في مباراة نيبال، نكون واقعيين يعني. نتمنى أنه مباراة الكويت تكون تختلف، عن أكيد راح تختلف يعني عن مباراة نيبال. شوط ثاني أفضل دكتور محمد؟ أفضل قليلا يعني، تحدث بمنطقية، صار في تحركات هجومية لحد ما، ويا ريت يعطينا الهدف الثالث. بتلاحظ أنه يعني كان في عمل هجومي، هاي اللي كنا ندور عليه أستاذ ليث، أنه يعني نريد عمل هجومي منظم، يعني بالتالي يعطينا من خلاله يعني اللعب الواحد اثنين الأوفرلاب غير ذلك، وهي يعني الهدف الثالث بالفعل يعني نموذج للعمل الجماعي السليم. بالباقي باقي الأهداف طبعا نحن نتحدث عن مواقف ثابتة وهي كانت محصلة يعني ضغط فريقنا. يعطيني يعني الهدف الثالث من بتلاحظ انه يعني كان في حركة كمان. نشيد أستاذ ليث بها في صراحة يعني هذا هدف رائع جدا، وبها يعني صراحة يتطور، هذا هو الهدف، هذه الأمور اللي كنا بحاجتها في
في المباراة بالصوت الأول، حتى معظم اللحظات بالصوت، توسيع الملعب، رقعة الملعب، اللعب الواحد اثنين، واللعب يعني الكومبينيشن بلينين، هذا اللي كنا احنا بحاجته. أيضا ما زلنا نبحث عن صعوبات في عمليات البناء، البناء يعني يتم معظمه بطريقة يعني غير منظمة، نريد أن نكون فريقنا يعني عندما تشاهده بأسلوبه واضح، هذا الفريق يعمل على البناء من الخلف، يعمل على البناء من الوسط، يعني إلى حد ما تحسن البناء أستاذ ليث من خلال وجود أحمد سمير إلى حد ما، إنما بقيت يعني الخيارات الهجومية محدودة تماما، وعندما تسجل في الثيل أهدافك اثنين من ثلاث من مواقف ثابتة عليك أن تراجع ذلك جيدا، يعني يجب فيتال أن يبحث لماذا لم نظهر بالصورة الهجومية الجيدة، لماذا افتقدنا للفاعلية في خط الهجوم، هذه أمور نحن بحاجتها. يعني بعتقد يعني الأمور أصبحت بالنسبة لي واضحة بهذا الأداء. طبعا نحن نريد أن نتغير حقيقة، لكن أنا شاهدت منتخب الكويت أمام أستراليا كمان نفس الشيء كان ضعيف جدا، ولكن لا تبني على مباراة، لا تتشابه المباريات ولا تتشابه الفرق، يعني ممكن فريق أستاذ ليث تشوفه بمباراة ضعيف ينقلب عليك في المباراة الثانية، فبالتالي المباراة القادمة هي كرة القدم الأردنية مستقبلا، يعني صحيح. يجب أن نركز عليها جيدا، أن صحيح. نبحث المباراة جيدا، أن نتعامل مع من هم التشكيل الأفضل ليصل بينا إلى الفوز، غير هيك تكون أمور صعبة. إحنا كنا معاهم، هم يكونوا معنا. أهم شيء في المواجهة القادمة كابتن عيسى، الأهم حققنا اليوم الثلاث نقاط بثلاثة أهداف، حققنا المهم، الأهم بعده كان بالإمكان أفضل مما كان في مواجهة اليوم أن نسجل أكثر. الأهم مواجهة الكويت على ضوء ما شاهدنا، ممكن لكل مباراة لها معطياتها وظروفها كابتن عيسى. المباراتين اللي شفناهم يعني أستراليا والكويت، وحتى نيبال والصين تايبي كمان، واليوم مباراتنا اليوم مع نيبال، ما ارتقى المستوى بالمجموعة كلها، بالمجموعة لم يرتقي المستوى. وأنا قلت يعني قلت ممكن، وحتى قبل المباراة قلت ممكن الحرارة العالية اللي إجت على الكويت تكون لها تأثير، وصح احنا كنا بدبي بس ما كانت الحرارة هيك، ما كانت شيك، والدلالة على ذلك مش بس منتخبنا انه ما عم بيقدم، حتى أستراليا والكويت شفناها كنا مع بعض. هل أنت مقتنع بمباراة الكويت والأستراليا؟ الحرارة على الجميع ماشي، هل مقتنع أنا بحكيش عن الحرارة على الجميع بس كمستوى هل أنت مقتنع؟ لا. مباراة الكويت الدكتور بجوز كان بزمانات مع منتخب الشباب مع الكابتن نهاد، لعبت مباريات في الظروف هاي، هل لها تأثير ولا ما لها؟ كثير طبعا، ظروف قاسية بالخليج، ظروف صعبة في الكويت بالذات والبحرين، عادة بالكويت وبالبحرين شوي في صعوبة أكثر بالحرارة والرطوبة، وأنا بعطيك مثال على ذلك، إنه مباراة أستراليا والكويت لم ترتقي أبداً للمستوى المطلوب، وقلنا إحنا وين مستوانا وين الكويت؟ بس كابتن يعني أستراليا؟ أخذنا مباراة أستراليا والكويت، نعم. مين اللي عنده التعود على الأجواء؟ بالنسبة للكويت الكويت. ماشي حتى الكويت إذا أستراليا فازت اللي مش متعودة على الأجواء هاد، فبالتالي يعني هل الآن بكرة القدم الحديثة يا أستاذنا أبو أحمد العزيز، نعم. الآن ما عاد تقول أنا والله الأجواء هيك، ما عاد الأمطار بتأثر، الآن كرة القدم بتفوز منك، بدك عمل، بدك تقول لي والله أنا يعني اليوم الفريق يعني التاريخ يسجل كيف فزت ولا يسجل وين لعبت. هو صح، بس إحنا بنقول لك إنه بالمجمل بالمجموعة كلها أنت كنت تتوقع إنه يكون هذا المستوى؟ لا لا، هلأ الآن أنت بتبحث عن أسباب، نعم هاي صحيح. أحد الأسباب انه ممكن يكون التاثير كبير على اللاعبين، احنا شفنا احنا لاعبيننا عاده بيمتازوا بايش، لاعبين المنتخب الوطني بيمتازوا ايش، بالضغط العالي وبالقوه وبالهاي، بس شفنا اليوم يعني حتى تحركات اللاعبين كانت بطيئه. بعدين اذا بنحكي من بناء من الخلف، هو في خلف ما احنا ضاغطين نيبال من الامام، ما فيش يعني قصدي نص ملعب، وانت بتعرف كابتن انه لما فريق بيلعب يعني بتلعب ثمن بالتمرين بتلعب ستة ضد ثمانية كمهاجمين، الثمانية بيقدروش للستة بيقدروش يعني اذا زاد واحد باثر فبالتالي انا قصدي فريق نيبال قاعد ورا قاعد ورا، لا هو ما ظل ابو احمد يعني هلا احنا اخذنا دوره كله، لا خذوا راحتك يعني ما ظل الان تقول انه كره القدم الجميله الدل التيك تاكا وكله راح الان فوز. حتى برشلونه وريال مدريد ما بيلعبوا كابتن والله مقتنعين ان ما راح يقدم الاداء بالضبط، انا حكينا عدة أهداف من المباراة هاي، الهدف الأول والأساسي نعم. أخذ ثلاث نقاط، الآن حتى لو فزت بأقل بأعلى أنت بدك نعم. تفوز على مباراة الكويت
فبالتالي أنا بقول يعني إنه الآن اترك المباراة، اترك المباريات، صحح الأخطاء وعملية استشفاء للاعبين من هون ليوم الجمعة، والكويس إنه في وقت يعني عملية الاستشفاء. أنا باعتقادي مباراة الكويت هي مفترق طرق، والتعادل لا يخدم المنتخبين، حتى التعادل ما بخدم المنتخبين لقدام يعني. وأنا بقول إنه صحيح يعني ممكن التعادل الإيجابي يخدمنا 1-1، إحنا بصير الثاني، 2-2 ممكن نصير الثاني، لكن أنا باعتقادي بحسبة النقاط الثلاث نقاط بالنسبة لنا مهمة مباراة الكويت. وإحنا حكينا وقلنا أوكي بنلاقي عذر من هون، بنلاقي عذر من هون للمنتخب هسه بالمباراة هاي، لكن مباراة الكويت ما في أعذار، ما فيش أعذار، لأنه هي مباراة تحديد مسار. فبالتالي إذا بدك تروح للبعيد بدك تجتاز مباراة الكويت. في النهاية الحمد لله حققنا الفوز في هذه المواجهة. طبعا تعازينا الحارة للاعب مهند خير الله بوفاة ولده هاشم الذي ولد قبل أيام وتوفي قبل ساعات من هذه المواجهة. تعازينا الحارة للكابتن مهند خير الله، ويعطيك ألف عافية كابتن مهند، اليوم شاركت أساسي وكنت موجود مع المنتخب في هذه